الرحيم الحسين أزطام موسيق محلي لحزب الديمقراطيين الجدد بإنزكان. اليوم كيف ما كتشوفوا تعقد الجامع العام التأسيسي للحزب، فبعد مجموعة ديال الاجتماعات والنقاشات رفقات الفاعلين الجمعويين من المدينة، ارتأينا اليوم أننا نختار واحد الحزب، حزب فاتي، حزب جديد، حزب ربما يتلائم الطموحات ديالنا كشباب. كنتمناو أننا نكونوا صورة يعني حسنة للشباب ديال المدينة، ولما لا أننا نكونوا إضافة فعلية ونوعية للمشهد السياسي بإنزكان، خصوصا وأن المدينة محتاجة لنا. كنتمنى أن هذه تكون انطلاقة، كنتمنى أنه تكون محطة تاريخية اللي نبرهنوا فيها على أننا مستعدين أننا نخرطوا سياسيين، ومستعدين على أننا ليس فقط لتأتيت المشهد السياسي وإنما لإحداث تغيير في المدينة على صعيد جميع أو في شتى المجالات. فشكرا لكل من وضع فينا الثقة، وأنا عارف أنه كاينين معنا فاعلين جمعويين اللي عندهم تراكم جمعوي كبير وعندهم حتى تراكم سياسي، فكنتمنى أننا نكونوا إضافة فعلية للمدينة ديالنا. فتحية لجميع الشباب ديال المدينة. معي بالكريم المنسق المحلي للتنسيقيه المحليه للتشريع الجهادي حزب الديمقراطيين الجدد، المكلف اقليميا بالاشراف على تاسيس التنسيقيات المحليه بربع مناطق تابعه لعمليه انزكات. من اللون احنا الان في بناء تنسيقيه جديده بمدينه انزكان. صراحه مجموعه من الشباب اللي حضروا لهذا المؤتمر التاسيسي ابانوا على مدى وعيهم ومدى رغبتهم في دخول غمار العمل السياسي. كان هذا الشيء بقناعه، والقناعه كانت راجعه مبنيه على ارضيه ان حزب الديمقراطيين الجدد هو الخيار الوحيد لانجاح وارجاع العمل السياسي الى مساره الصحيح والى سكته الصحيحه. نتمنى للاخوان التوفيق في مسارهم ومسيرتهم داخل حزب الديمقراطيين الجدد، ونتمنى لهم التوفيق وشكرا. محمد بوكر الكاتب الاقليمي لحزب باقليم شتوكاي تبها. اذا نحن اليوم في مدينه انزكان بالمؤتمر المحلي لمدينه انزكان لتاسيس التنسيقيه المحليه لحزب الديمقراطي الجدد بهذه المدينه، التي بالفعل لاحظنا من خلال المؤتمر المحلي انها تتوفر على طاقات شابه يعني قادره على تسيير الشان المحلي. اذا كما تعرفون انه يعني قبل اشهر تاسست التنسيقيه المحليه للتشيره، والان التنسيقيه المحليه لانزكان. بعد ايام قليله اظن ان الاخوان
بين سكان واد الشارع سيونسقون قصد تأسيس التنسيقية الإقليمية للحزب. أكيد أن الأستاذ محمد ضارف في خطاباته الموجهة للتنسيقيات سواء المحلية أو الإقليمية دائما يقول إذا لم تتوفر على أناس مؤهلين يتمتعون بالمصداقية لدى الرأي العام لا تشاركوا في الانتخابات. لكن أنا يعني أرى من خلال هذا المؤتمر المحلي اليوم أن مدينة إنزقان بالفعل تتوفر على أناس مؤهلين ويتمتعون بالمصداقية لدى الرأي العام. شكرا.